زكريا حذراف ان هاد السلوك اللي صدر منه سلوك لا اخلاقي. انا كنعرفوا زكريا حذراف انه قام بمباريات مزيانه وانضمام ديالو مع المنتخب قدم واحد المستوى جيد، ولهذا من هذا المنبر انه انا كنطلب منه باش يعتذر للجمهور ديال الوداد، لان الوداد بحد ذاتها هي فرقه كبيره وكتحتل الصداره لحد الساعه. ومن هذا المنبر اعيد الرجاء لزكريا حذراف لانه لاعب دولي وذا اخلاق عاليه انه يقدم اعتذار ديالو للجمهور ديال الوداد، بحكم ان مغاربه الرياضه كتقتضي هذه المسائل، انه كاين فوز كاين تعادل كاين خسران، يعني الانسان خصو يرضى بالنتيجه كيف ما كان الحال، ولهذا الانسان ما خصوش يطيح في هذه السلوكات المشينه. وكنظن انا في نظري عامل ديال الضغط، لانه بحكم انه ضيع عبد الرحيم شاكير ضربه جزاء لانها كانت غتغير المجريات ديال اللقاء، ولهذا كنظل الضغط النفسي هو اللي اثر على زكريا حذراف والورقه اللي ما كانش كينتظرها، بحكم ان رضوان جيد قام بلقاء جيد وهو اسم على مسمى. رضوان جيد فهو جيد في التحكيم وكتسند لي دائما المقابلات الحساسه، من ضمنها مقابله نهائيات كاس العرش والمقابلات اللي كتحصل الصداره اللي كتكون فيها واحد النديه وهذه. ورجاء كان ثالثا كنأكد على زكريا باش يقدم الاعتذار ديالو للفريق الوداد وشكرا، وما بغيناش نشوفوا هذه السلوكات مره اخرى لانها كتسيء بالرياده الوطنيه. وكنعرفوا بان المنابر الاعلاميه كتمشي كتقلب على بحال هذه الهفوات هذه كتسربها لانها غتسيء السمعه ديال اللاعب بهذا المستوى هذا وبهذا. وشكرا. هاوي ماشي محشرف، خاصو يمشي يعاود يلعب كوره. يلا قال بسم الله ملي دار هذيك اللقطه، راه يلا قال بسم الله في الحياه ماشي في كوره، في حياتك اون جينيرال. السلوك ديال حذراف هو المعروف على حذراف هو انه لاعب كبير ولاعب متميز، ولكن الحركه اللي دار اولا ما مفهوماش، وبحال هاد الحركات كيفقدوا للرياضه كيخليوها تفقد ذاك الروح الرياضيه ديالها، حركه ما مفهوماش. حذراف ما دابا هو ما عرفش دابا السبب، باقي ما عرفناش كلشي، باقي ما عرفش السبب، حيت هو ملي كان دار داك السون كان كيشوف سميشو، كان كيشوف الزنيتي، ما عرفناش واش مع الزنيتي ولا مع الجمهور، هذا هو الشيء اللي باقي ما عرفش الجمهور كان. شوفي بالك فهاد اللقطة هي ما خصهاش دير، هو اصلا حنا عرفنا حذراف ما كيديرش بحال داك الشيء، هو خايب ظن فيه صراحة، هذا هو اللي كان. بالنسبة للاعب كيكون عليه ضغط كبير من الجمهور وديجا كانوا دي ماتشات صعاب، كيبان لي الرد فعل ديالو كان ناقص شويه، بالنسبه لي كان الفرق ديالو خاسر، كان خصو نورمالمون يتقبل الشونجمون ويتقبل الهضره اللي قالوا عليه الاصدقاء ديالو ويبقى داكشي داخل الفيسير، هادشي اللي كاين. بالنسبه للحركه اللي دار زكريا حذراف جات في لحظه غضب، جات في لحظه غضب، وكنتمنى كاع الجمهور كاع اي لعاب ولا اي مدرب كيطيح في في لحظة نرفزة وفي لحظة فرح كيقدر يدير أي حاجة ما متوقعهاش، كنتمنى من الجمهورين اللي فرحان بها يتقبلها واللي ما فرحاش بها الله يسامح، وهادشي اللي كيقول روح رياضية وعاش المنتخب الوطني كاملا. ما كناش منتظرين منه هذاك المستوى، انه نزل لهذاك المستوى، السلوك ماشي مزيان ماشي أخلاقي، انه يدير هذاك السلوك وسط الملعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.